بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي كالعادة مع المحاضرة رقم 5 لأنظمة التقييس في الجزائر، واليوم نلتقي إن شاء الله مع الجزء الخاص رقم 3 والخاص بكيفية توفير المعلومات من طرف المعهد الجزائري للتقييس. فكما رأينا في المحاضرة في الجزئين الأول والثاني، فخصصنا الجزء الأول كنوع من التذكرة إلى ما هو المعهد الجزائري للتقييس وما هي أهم مهامه وما أهم التشريعات التي يخضع لها وأهم الوظائف والأدوار التي يقوم بها، وتوصلنا إلى أنه يقوم بأربع أدوار أساسية: أولا التقييس، ثانيا توفير المعلومات، ثالثا لا سيرتيفيكاسيون أو الإشهاد أو إصدار شهادات، ورابعا القيام بالتكوين. ولقد تطرقنا في المحاضرة أو في الجزء الثالث من المحاضرة رقم 5، الجزء الثاني عفوا من المحاضرة، إلى الوظيفة الأولى أو الدور الأول للمعهد الجزائري للتقييس، وهو عملية التقييس والمواصفات القياسية. أما الجزء الثالث فسوف نخصصه إن شاء الله إلى الوظيفة الثانية أو الدور الثاني، وهو توفير المعلومات حول نظام التقييس سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. طبعا من هو المسؤول عن تقديم المعلومات الخاصة بالمواصفات القياسية والتقييس في المعهد الجزائري للتقييس؟ طبعا المسؤول الرئيسي هو مركز معلومات المعهد، ويسمح ذلك المركز التابع للمعهد الجزائري للتقييس بأولا توفير كل المعلومات والوصول إلى كل المعلومات الخاصة بالمقاييس الجزائرية وبالمواصفات القياسية الجزائرية وكل المواصفات القياسية من جميع أنحاء العالم، سواء كانت هذه المقاييس دولية مثل مقاييس الإيزو الشهيرة جدا، أو إقليمية كما المقاييس الأوروبية، أو مقاييس وطنية كما المقاييس البريطانية، المقاييس الفرنسية وغيره من المقاييس. ثانيا معلومات حول التشريعات والقوانين الخاصة بأنظمة التقييس وبالتقييس على وجه الخصوص، وكيفية الحصول على الشهادة المناسبة لكل نوع من أنواع المواصفات القياسية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. ثالثا توفير كل المعلومات وفهرستها وإدارتها وبناء قاعدة وثائقية، معناها دوكومنتير، فيها مجموعة من الوثائق الخاصة بالمواصفات القياسية، وهو ما يسهل على المؤسسات وعلى المتعاملين مع المعهد الجزائري للتقييس بالحصول على أكثر على المعلومات الملائمة في الوقت المناسب والتكلفة المناسبة وبما يفيد نشاطاتها ومجالات القطاعات التي تعمل بها. طيب ما هي أشكال تقديم المعلومات؟ على أي شكل يقدم هذا المركز المعلومات؟ وكإشارة صغيرة فإن هذا المركز يقدم المعلومات في شقين: شق معلومات مجانية متوفرة للجميع، يمكن لأي متعامل أو مهتم في المجال تاع التقييس يتحصل عليها، مؤسسات اقتصادية، منظمات، هيئات، جهة، هيئات عمومية وغيره، فيمكن أن تحصل عليها بطريقة مجانية. وهنالك مجموعة من المعلومات وخاصة المواصفات القياسية سواء جزائرية أو إقليمية أو حتى دولية، فهي عبارة عن مستندات في الغالب يدفع عليها المتعامل أو يدفع عليها المهتم تكاليف أو مصاريف في الغالب تكون مصاريف إدارية ولا تكون بصفة مجانية، مقابل ما يوفرها المعهد للمتعاملين معه أو لمن يطلبها أو من أصحاب المصلحة مع المعهد. طيب يقوم في الغالب بأشكال كثيرة، إما يعطيك هذه الوثائق على شكل ورقي، إما على شكل أقراص مضغوطة، إما على شكل أنترنت، بمعنى يسمح لي بعض المتعاملين مثلا مؤسسات اقتصادية أو غيره أو هيئات عمومية بالولوج إلى القواعد البيانات الخاصة بالمعهد عن طريق مركز المعلومات، والإنترنت بصفة عامة مثلا عن طريق توفير معلومات في الموقع الإلكتروني الخاص بالمعهد والذي تم ذكره في الجزء الأول. طيب ما هي أهم الخدمات التي يقدمها هذا المركز
مركز المعلومات المعهد أي، والمعهد بصفة عامة، المعهد الجزائري بصفة عامة في مجال المعلومات. طبعا هناك مجموعة من الخدمات يقدمها. الخدمة الأولى هي خدمة أبونمون، يسمى بخدمة الاشتراك. الشركة تتعاقد مع المعهد ومع مركز المعلومات على أساس أنه يقدم لها كل شيء جديد ومحدث حول ما يحدث في مجال التقييس والتنظيم الفني، وخاصة المقاييس الفنية المرتبطة بمجال نشاطها، خدماتها، منتجاتها، وطرق إنتاجها، وأسلوب إنتاجها، أو تغليفها، أو رموزها، أو شعاراتها، أو ما إلى ذلك. كذلك يسمح هذا خدمة الاشتراك بدخول المؤسسة في ما يسمى، أو حصولها على ما يسمى بنظام التنبيه، وهو نظام يسمح للمؤسسة بالحصول على أي تغييرات قد تحدث في المواصفات القياسية، أو حتى توقع لبعض التغييرات التي سوف تحدث في المستقبل. وفي الغالب هذا النظام يخضع لمجموعة من العمولات أو من التكاليف التي تدفعها المؤسسة مقابل الحصول على هذا النظام. وفي حقيقة الأمر دخولها للنظام يعطيها بعض المزايا، مثلا على تقديم خصومات معينة على بعض الأدلة أو بعض المراجع أو الريفرنسيال يمكن أن تشتريهم المؤسسة أو تتحصل عليهم عن طريق المعهد الجزائري للتقييس. الخدمة الثانية هي خدمات الخبرة الإكسبرتيز، ولذلك فهي في حقيقة الأمر نظرا لأنه متخصص في مجال التقييس فهو يفيد المؤسسات ويفيد المتعاملين الاقتصاديين في المراسلات بين مراجع التقييس الجزائرية والأجنبية، عندما تحتاج مثلا مؤسسة معلومات مراجع أو مواصفات قياسية في مجال نشاط ما، وتكون في بلد أجنبي أو في منطقة تتعامل معها المؤسسة مثل المنطقة الأوروبية أو غيره، يمكن للخبراء لتوجيه المؤسسة إلى كيفية الحصول على المعلومات وكيفية ربط العلاقات مع الهيئات والمكاتب وهيئات التقييس الأجنبية. كذلك يرتبط الخبراء بكيفية بأنظمة التقييس، بتوضيح أنظمة التقييس واللوائح القانونية وكيف تطبقها المؤسسة وكيف تتماشى معها المؤسسة. كذلك يمكن لخدمات الخبرة للمعهد والمركز المعلومات أن تعطيك معلومات توفر لك، بالإضافة إلى الاستشارة والتوجيه كذلك ملخص للمواصفات ومعلومات فنية كصيغة الحساب مثلا الكيميائي لمنتج ما، أو التركيبة الكيميائية له، أو صيغة التركيب الكيميائي لمنتج ما، أو كيفية إدارة أو مخططات لعملية إنتاج ما. فهو يساعدك، عوض أن المؤسسة عن طريق الخبراء أو عن طريق خدمات الخبرة، عوض أن المؤسسة فقط تقوم بقراءة كل المواصفات القياسية التي تحتوي مثلا على 150 صفحة، فإن هذه الملخصات تفيد المؤسسة على الحصول على المعلومات التي تريدها وبطريقة مركزة وجيدة تخدم نشاط المؤسسة وتخفف عليها التكلفة والعبء والجهد في الحصول على المعلومات القياسية والمواصفات القياسية وبعض المواصفات الفنية بأكثر دقة. كذلك في المجال التشريعي كذلك، فالخبراء المعهد يقدمون مجموعة من الخدمات الخاصة بالتشريعات الجزائرية والأجنبية وما يتعلق بكل المعايير والمواصفات القياسية بالنسبة لما يتطلبه الأحوال الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية العاملة في البلد. الخدمة الأخرى هي خدمة مركز توثيق المواصفات القياسية سونتر دوكيومونطاسيون دي نورم. في حقيقة الأمر فهذا المركز بالضبط هو عبارة عن مركز توثيق أو مركز توضع فيه، كربما أشبهه بمركز أرشيف. هذا المركز توضع فيه مركز تخزين لكل المتوثيق وتوثيق لكل المواصفات القياسية سواء كانت جزائرية أو إقليمية أو حتى دولية أو حتى مثلا في المنطقة العربية أو غيره. ونجد فيه في هذا المركز يعني النص الكامل للمعايير المواصفات في شكلها، يا إما ورقية إلكترونية، قواعد بيانات، وسوف نرى بعض الأمثلة فيما بعد على قرص مضغوط. كذلك هذه النصوص يعني الكاملة في الغالب
منها ما هو مجاني يمكن تتحصل عليه المؤسسة وتحصل المتعامل الاقتصادي أو الاقتصادي بصفة مجانية، ويمكن ما هو يدفع بطريقة مدفوعة، أي يدفع عليها بعض المصاريف أو التكاليف الإدارية مثل التكاليف الإدارية لاستخدام القواعد البيبليوغرافية أو استخدام قواعد البيانات الولوج للبيانات وقواعد البيانات. مثل مثال تغطي ماذا تغطي هذه الوثائق؟ يعني هذه الوثائق اللي قلناها أنه هذا مركز التوثيق، هذا كمركز أرشفة ومركز تخزين للوثائق، ماذا يوفر؟ يوفر مجموعة المواصفات القياسية الجزائرية بمختلف صيغها، يوصف كذلك مجموعة المواصفات الدولية، مجموعة المواصفات الإقليمية وبكل أنواعها، صيغة الورقية والإلكترونية وقواعد بيانات وأقراص مضغوطة، ومجموعة المعايير الأجنبية مثل المعايير الوطنية الخاصة بالفرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا، بريتيش ستوندار أو الألمانية أو الفرنسية. كذلك يمكن أن المعايير الإقليمية نذكر منها المنظمة العربية للمواصفات. طبعا كذلك يقدم بعض الأمثلة على بعض المعلومات مثل قواعد، مثل من أمثلة قواعد البيانات اللي تلقى يعني يوفرها المركز، وهو يوفرها المعهد الجزائري للتقييس World Standard Service Plus. Worldwide Standards Service Plus قرص مضغوط للبحث المعايير الدولية الأجنبية بطريقة أسمعنا أن المؤسسة توضع فقط كلمة البحث، مثلا تبحث على منتج معين أو طريقة تغليف معينة أو شكل فني معين أو غيره، شكل فني تقني معين لمنتج ما أو غيره أو معادلة كيميائية، فتقوم بالبحث فيعطيك مباشرة المعلومات الخاصة بهذه المواصفة. قاعدة البيانات الأخرى كمثال نجد لدى المعهد يوفر ما يسمى بقاعدة بري نورم، وهي عبارة عن ملف شامل للمواصفات القياسية الدولية والمواصفات القياسية الأجنبية مثل الألمانية والإنجليزية. طبعا كذلك المراجع يعطيك مجموعة من الريفرنسيال الذي يحتاجها بعد المؤسسة، هذه يحتاجها يعني المتعامل الاقتصادي، يحتاجها كذلك المعهد في عملية إصدار الشهادات وعملية تقييم المطابقة مع المعايير ومع المواصفات القياسية. منها مجموعة من المعايير، مثلا هنا المرجع الخاص بالمواصفات القياسية الوطنية ناشونال الوطنية الجزائرية، والإيزو الخاصة بالفيو بي روتي أو السيارات عبر الطرقات، ريفرنسي الخاص بالثانية الريفرنس يال دي نورم ان أو المرجع المقاييس أو المواصفات القياسية الجزائرية ناشونال الوطنية الجزائرية المرتبطة بالإيزو خاصة في القطاع الغذائي، وهكذا يعني مجموعة من المعايير التي يمكن المواصفات القياسية التي عبارة عن أدلة أو مراجع، وهي عبارة عن وثائق يعني في حقيقة الأمر. ريفرنسيال هو عبارة عن وثيقة، هذه الوثيقة ستاند دوكيمون موجود فيه مجموعة من المعايير الخاصة بالمعايير الوطنية والمرتبطة بالإيزو في مجال مثلا السيارات، ومثلا كما ريفرنسيال مثلا أخيرا ريفرنسيال مرجع خاص بالمواصفات القياسية الخاصة بقطاع السياحة. بعض المعلومات كذلك يقدمها كخدمة، خدمة المعلومات والبحث، وهي خدمات مثلا في غالبيتها مجانية إلا منها كذلك مثلا، وقد نجدها كثيرا في نجد هذه المعلومات خاصة في الموقع الإلكتروني للمعهد الجزائري للتقييس، قانون التقييس الجزائري، دور نظام المواصفات الجزائري وسائل الحصول عليه وكيفية الاستفادة منه، أماكن شراء المواصفات الدولية أو الأجنبية أو الوطنية أو الإقليمية، ومجموعة المواصفات ذات وكذلك يوفر لك مجموعة المواصفات ذات العلاقة بنشاط الأعمال الخاص بالمؤسسة. كذلك يعطيك منشورات وكتيبات خاصة، مثلا بمنشورات خاصة بالمقاييس المواصفات القياسية الجزائرية والمواصفات القياسية الخاصة مثلا بالإيزو. كذلك يعطيك خدمات الإعلام الإلكتروني خاصة بالمعهد، خاصة لما الولوج للموقع الإلكتروني، ومنتجات معلومات أخرى مثل بعض المعلومات الخاصة أو الأدلة الإرشادية الخاصة بالمواصفات القياسية مهما كان مجالها أو نشاطها المؤسسات أو الأعوان الاقتصاديين.
الخدمة الأخرى وهي خدمة البحث المتخصص، وهي خدمة خاصة جدا بحيث أنه لها يعني تكلفة بالنسبة للمؤسسة التي تحتاج لها، والمتعامل الاقتصادي يدفع عليها تكلفة. فهي عبارة عن تعطيك بحث متخصص جدا، يعني متخصص جدا في مجال معين تبحث عليه المؤسسة بدون أن تتوه في مجموعة المواصفات القياسية الخاصة مثلا بالإيزو 2001 أو 2014001 عفوا أو غيره الخاصة بإدارة الأنظمة البيئية. فهي تحتاج إلى معيار معين، فهذه خدمة البحث المتخصص تعطيها ما تريد بالضبط من مثل مثلا معيار، إيجاد معيار معين أو لوائح فنية خاصة، لوائح التقنية الخاصة بإنتاج معين مثل المنتجات الكيميائية، مثل بعض المنتجات الصناعية خاصة في مجال الصناعة، أبعادها، حجمها، درجة التركيز، الانبعاث الهواء وغيره. هذه كلها لوائح فنية خاصة بشروط إنتاج المنتج، أبعاد المنتج، المادة التي يتكون منها وغيره. هذه اللوائح الفنية وأنظمة التقييم المطابقة، بمعنى كيف يمكن أن نقوم بالمطابقة بين المواصفات القياسية الموجودة والمواصفات التي تطبقها المؤسسة في منتجاتها، فيعطيك معلومات حول كيفية المطابقة. كذلك يعطيك معلومات حول الهيئات التنظيمية التي يجب الاتصال بها في الجزائر وخارجها عندما الحصول على الشهادة أو للقيام بمطابقة المواصفات أو الحصول على مواصفات قياسية تمهيدا إلى الحصول على الشهادة الخاصة بها أو غيره. كذلك الحصول على ملخصات وجداول ومحتويات، ربما هذه الملخصات والجداول تفيد المؤسسة، لأنه قلت لكم أن المواصفات القياسية في الغالب تلقاه حجمها كبير جدا وفيها مجموعة من البيانات وكبيرة جدا، فيختصرها في غالب المؤسسات. فخدمة البحث المتخصص تختصر لك وتركز لك المعلومات على أساس أن تعطيها لك على شكل سون دي ريزومي، ملخصات، سون دي تابلو فيها محتويات معينة حول المعايير الخاصة مثلا حول نظام إدارة الجودة، نظام إدارة البيئة وغيره، نظام اللوائح الفنية الخاصة بالمنتجات الغذائية، بالمنتجات البتروكيماوية، بالمنتجات كما رأينا في الجزء الأول، طبعا بمركز التوثيق. التحقق الكامل مثلا تعطيك كذلك أهم التعديلات الخاصة بقوائم المعايير أو بما يسمى بالمواصفات القياسية، أنواعها، هل خرجت معايير جديدة، متى خرجت، تواريخ نشرها، التعديلات الأخيرة لها، وماذا يضم هذا المعيار، مما يتكون المعيار أو ما يعرف بالمواصفة القياسية، كيف مثلا تم تعديل على الإيزو 2001، تعطيك أهم التحديثات وما هو الجديد بينها وبين السابقة وغيره، يعني تستفيد المؤسسة في هذا الإطار. كذلك تعطيك كذلك مواصفات قياسية أو معايير خاصة بنشاط معين، ربما المؤسسة لها في المجال البتروكيميك أو في المجال الصناعي أو في الصناعات الغذائية، فهي تحتاج إلى معلومات مواصفات قياسية خاصة بهذا المجال سواء كانت جزائرية أو دولية أو أجنبية أو وطنية أو حتى إقليمية. كذلك تفيدك هذا خدمة البحث المتخصص في العثور على مواصفات قياسية التي وضعتها لجنة فنية محددة، سواء كانت هذه اللجنة تابعة لهيئة دولية أو هيئة وطنية، كما رأينا أنه في الجزائر لدينا مثلا أكثر من لجنة، أكثر من 71 لجنة فنية وطنية، وهذا كما رأيناه في الجزء الأول. ولذلك دائما أنصح الطالب على أنه للقيام بفهم أكثر لهذه المحاضرة الخامسة يجب متابعة كل الأجزاء وبالترتيب من الأول إلى الخامس إن شاء الله. هذا باختصار ما هي المعلومات التي يقدمها المعهد الجزائري للتقييس، المعهد الجزائري للتقييس ومركز المعلومات، وتبقى دائما في متناول الطالب يعني مجموعة من الوسائل الاتصال مع الأستاذ، سواء خاصة المنصة الإلكترونية أو قناة اليوتيوب للأستاذ التي سوف نضع عليها هذه الأجزاء من اليوتيوب، الأجزاء عفوا من المحاضرة. المحاضرة القادمة إن شاء الله هي المحاضرة رقم 5، دائما نبقى في أنظمة التقييم، ولكن الجزء الرابع. الجزء الرابع ماذا سنخصصه؟ نخصصه للوظيفة أو الدور الثالث من أدوار المعهد الجزائري للتقييس، دور وهو تقييم والإشهاد بالمطابقة، بمعنى سيرتيفيكاسيون، معناها إصدار شهادة. كيف يتم إصدار شهادة والمطابقة بين المواصفات المعيارية الموضوعة لنشاطنا وبين المواصفات التي تقوم المؤسسة بتطبيقها؟ هل هنالك تطابق أو وعلى أساسه يسمى الإشهاد بالمطابقة أو إصدار الشهادة؟ فإصدار الشهادة في حقيقة الأمر يحتاج إلى ما يسمى بتقييم المطابقة، هل بمعنى هل هذه المواصفة القياسية
عفوا المواصفات القياس محترمه في مواصفات التي في المنتج او في عمليه الانتاج او في اسلوب الانتاج او في الخدمه التي تقدم المستهلك، اذا كانت متطابقه فتكون هنالك تقييم مطابقه ايجابي، وعلى اساسه تعطى شهاده، وسوف نكمل ان شاء الله في هذا الامر في الجزء الخامس، وهو الجزء عفوا في الجزء الرابع القادم وهو الخاص بال السيرتيفيكاسيون والإشهاد والمطابقة. نتمنى إن شاء الله أنه قد أفدنا الطلبة بمجموعة المعلومات، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في الجزء الرابع إن شاء الله.